السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي متابعين الدكتور هيثم عارف في التراسكان. النهاردة هنتكلم عن اكتشاف المتلازمات الأعراض نقول عليها الفيتال سيندرومز بالسونار. صراحة الأمر إن الموضوع بيبقى محتاج مننا لما بنشك في مجموعة عوامل موجودة في البيبي أو مجموعة عيوب خلقية ممكن نرجعها إلى وجود متلازمة أعراض معينة. ومتلازمة الأعراض دي يعني في الغالب بتلاقي الدكتور السونار هو بيعمل الفحص بيقول لك انا شاكك ان في متلازمه الفلانيه، يعني مثلا روبرت سندروم، مثلا ترايزومي 13، شاكك في مونوزومي كذا، شاكك في حاجه معينه بس مش قادر اتاكد ومحتاج سحب عينه من الميه اللي حوالين الجنين عشان اتاكد موجوده ولا مش موجوده في حاجه فعلا ولا لا. فيا ريت الامهات اللي لما بتسمع حاجه زي كده ندي لبعض يعني توعيه عامه ان احنا مش بنطلب الحاجه دي لان احنا مش عارفين اللي موجود ايه بالظبط، وعايزين نتاكد معاك، عايزين نوصلك لبر الامان، يا ترى في حاجه فعلا ولا لا، او حاجه تستاهل القلق ولا لا. وشكرا جزيلا، وهنكمل الكلام ان شاء الله على مجموعه يعني مرات في هذا الموضوع المهم جدا. شكرا.